ممكن أن تصل أستاذ محمود، يعني استمرارية الاستهداف في مواقع حيوية جدا يعني وتمثل يعني عمق أمني إيران الحقيقة يعطي هذا الانطباع، إضافة إلى التقارير التي ناقشناها أنا وحضرتك في حلقات سابقة المتعلقة بتقوية إيران لدفاعات استخبارية بما يتعلق بالاختراقات الأمريكية. كان يدفع أمريكا للاعتماد على يعني الفواعل الإسرائيلية في الداخل الإيراني، يعني عملاء الموساد إن صح التعبير. وإذا ربطنا هذا الموضوع بالفترة الانتخابية أيضا نجد أنه تصريحات الرئيس السابق أو الرئيس الأسبق أحمد نجار كانت أيضا تشير إلى هذا المعنى حين قال أنه يعني انه الموساد يسرح ويمرح في ايران، هذا ما قال يعني اشار الى هذا المعنى. وطبعا تصريحاته عملت ضجه في الصحافه الايرانيه بوقتها، ويمكن انا ناقشتها كثيرا بالاعلام العربي. فلذلك بكل تاكيد انا اعتقد انه الفواعل الاسرائيليه في الداخل يعني استمرار اسرائيل باستراتيجيتها استهداف العمق الداخلي والامن القومي الايراني لا زالت مستمرة، وهذه الاستراتيجية لا زالت ناجحة. يعني لأن حضرتك، أنا لماذا ابتدأت التداخل مع حضرتك أستاذ أحمد بتقرير الصحيفة الإسرائيلية؟ يعني عادة أي عملية استهداف تحصل وتكون هناك ردة فعل بالصحافة الإسرائيلية، فاعلم أن إسرائيل وراء هذا الموضوع. يعني أنا تابعت على سبيل المثال سنة 2020 في شهر جولاي، يعني في الشهر السابع تقريبا 8 استهدافات صارت لمواقع بنى التحتيه في شهر واحد. وكنت اتابع يعني ردود الفعل حينما ادخل على مواقع الصحافه العالميه، تخرج لي يعني الويب سايتات تبع الصحافه الاسرائيليه، يعني كانت اول من ينقل الاخبار عن الاستهدافات هي الصحافه الاسرائيليه. فهذا بدا يعطينا انطباع كمحللين ارتباط هذه الأحداث بالتخطيط الإسرائيلي والحرب الإيرانية الإسرائيلية الدائرة. وذلك أنا أشرت أيضا إلى نقطة مهمة اللي هو موضوع الملف الأذربيجاني، ممكن أن نخوض أنا وحضرتك خلال الحلقة بتفاصيل بالتأكيد هذا الموضوع، ولكن أعتقد أيضا مرتبط بإسرائيل. نعم بالتأكيد، ولكن